السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة بيقول: هل يجوز الحلف بالقرآن وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا حنثت في هذا اليمين، يعني لم أحقق ما قلته، هل علي كفارة؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، لا نفرق بين الذات والصفات في هذا الأمر. القرآن كلام الله، يجوز الحلف به، وإن حنثت فيه فعليك كفارة يمين، اللي هي تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أو تأكل، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. طيب، الحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيها، هل يجوز الحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال لا يجوز، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إن حلفت أو إذا حلفت فاحلف بالله، خلاص بس فقط. طيب، بعض العلماء قال هذا ليس على سبيل الحصر، فممكن نحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم به وقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك دي يعني وحياتك يا محمد وعمرك يا محمد، فربنا بيحلف بحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بعض العلماء بالحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، ونحن نمشي في الفتوى على أنه يجوز. ولكن هل كفارة هذا الأمر إذا حنست، هل علي كفارة لو حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء هنا معظمهم يقول ليس عليك كفارة، لأنه لا يعد حلفا كما أنك تحلف بالله أو بشيء من صفات الله عز وجل. يبقى يجوز تحلف وليس عليك كفارة إذا حلفت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.